هذا وتواصل الجمعية الخيرية نهجها الإنساني في توصيل المواد الغذائية والإغاثية للأسر المتضررة، حيث قامت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بتوزيع سلات غذائية متكاملة على العمالة تكفي لمدة شهر على الأقل. نعم، أكثر من 2000 شخص يستفيدون في اليوم الواحد من هذه المساعدات، ما يرفع إجمالي المستفيدين إلى 320 ألفا حتى الآن. قطار الجمعيات الخيرية يمضي دون توقف، اختار الخير دربا ومحطته كان هدفا للإنسان. أدرك من أولى خطواته إنه سيواجه التعب والمشقة، فالدرب ليس سهلا لكن الغاية أجمل. جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية ما زالت تمد يد المساعدة وتتخطى الصعوبات. التعب هذا راح، احنا دائما ما نردد اللذة في العمل الخيري، وفعلا ما يذوق هذه اللذة إلا من لمسها وجربها بي. في هذه الحوطة تقريبا يسكنون 50 شخص، ومثل هذه الحوطة عشرات الحوط وعشرات العماير في اليوم نغطي لله الحمد في محافظات الكويت كلها. أكثر من 200 شخص من العمالة المتضررة ارتسمت عليهم البسمة، فرحين بأن الكويت بجمعياتها الخيرية لم ولن تنساهم. شغل مدام الحين لا 3 شهر ما في شغل، مشكور واجد من حكومة الكويت. حب الخير فينا فطرة وهدفنا دائما الإنسان، فأبواب الخير واسعة ولنا أن نؤمن بأن من أسعد الناس هو أسعد الناس. هذا واجبي أنا أقدم اليوم، إذا أنا كمواطن كويتي قاعد بالبيت ما أتوقع أن لي ذي فائدة في الأزمة. هذا يعني أقل شيء نقدمه حق الكويت، ويعني الحمد لله قاعد نساعد الحكومة بتوفير الوجبات حق المحاجر. يواصلون ليلة بالنهار من أجل إنجاز العمل الخيرية، فهم مستمرون لانتهاء الأزمة لتتضح بذلك الصورة وتصبح أكثر إشراقا. مروى محرم، تلفزيون دولة الكويت.